ايوه ايوه يا باشا، هلا هلا. ايوه كشري. شنو المحتويات؟ كشري محتويات مكرونه وتمن بالشعريه وعدس وبصل محمص وحمص وصلصه بالبهارات المصريه. اوه كشري المصري كشرينا، خد كشري الحماده وارتاح بحياتك. ده كشري فريش بيفتح الوش، كشري الحماده على الدماغ، كشرينا وصل المدينه. خد كشري الحماده وعيش مرتاح بحياتك يا فنتينا. حجي تحبين الكشري؟ ما تعرفون تسوون انتو؟ بس ما نسوي مثل ما هم يسوون. يعني المصريين لهم يعني لهم فض، يعني انا سويته بس مو مثل هذا. يعني عندهم فض طريقه خاصه، هم يعرفون يسوون تشريبنا؟ لا. تمن باقله، تمن باقله واكلات، اكلاتنا ما يعرفون. بس ايوه احنا نفس الشيء. يعني يعني شوف اكو اكثر العراقيات اقبال على موضوع الكشري والفول والطعميه، ما اعرف والله. انا يعني هسه راح اجربه هسه. شلون شفتي للمهرجان؟ كلش حلو. حلو، عاشت ايديكم ان شاء الله. صحة وعافية. كبير شوية. اي ممنونة، هلا وعيني. شلون الامور؟ لا الحمد لله. شلون الصحة؟ انت شلونك؟ شلون احوالك؟ مهرجانات حلوة. هي طبعا هي تشوف اكو اشياء ما موجودة يعني وهي الاسواق. صراحة هنا أنا تكريت قبل من اجي انا، انا جيت بغداد، جيت اللي هنا كانت هيك كئيبة. ها تفضل. كانت كئيبة، هسه لا انفتحت. اي يعني في تطور، اكو تنوع خاصة بعد احداث داعش. بالضبط، يعني شنو اهل تكريت من راحوا وتهجروا تغيرت امورهم كلها. نقلوا الحداثة، نقلوا بالضبط. فشنو الاعتماد على شغلة المحافظ واهل بالتكريت، هذا اهم شيء. يعني ان شاء الله الامور طيبة منهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كن موفقين. اجمعين اجمعين.